خلافات وحسابات أفشلت تحرك الفعاليات السياسية الصيدوية في وجه اعتصام الشيخ أحمد الأسير، فخرج قرار من اجتماع صيدوي مقتضب جدا بطليق الإضراب الذي كان مقررا الاثنين، والسبب كما قيل في البيان إفساح المجال للمزيد من الاتصالات ولا سيما من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية. اتفقنا كهيئات اقتصادية أن نؤجل هذا الإضراب وليس إلغاءه، نعطي من الرئيسية مثل ما طلب. قرار تعليق الإضراب وذريعة المزيد من الاتصالات أثار حفيظة عدد من الفعاليات المشاركة في اللقاء، فرفعوا الصوت احتجاجا. معمل تشاورتم لإعلان الإلغاء، معمل عليكم أن تتشاوروا معنا، عليكم أن تتشاوروا معنا. هلا لغيتوا عم بتقول رئيس الوزارة، نحن لا بنآمن لا برئيس الجمهورية ولا برئيس مجلس النواب ولا برئيس الوزارة ولا بوزارة ولا البرلمان كله. ما حدا موجوع غيرنا صراحة، مؤسساتنا يعني خربت بيوتنا وعلى شفير الإفلاس، فنحن الموجوعين صراحة. قرار تعليق الإضراب وغياب القيادات السياسية كان في الحقيقة بسبب خلافات على البنود في البيان الذي كان يزمع إصداره، ولا سيما لناحية إدانة الاعتداءات على الممتلكات. وإذا كانت قيادات صيدوية قد التزمت الصمت وأخرى أيدت بيان تعليق الإضراب، فإن رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد أشار إلى أنه فوجئ بقرار تعليق الإضراب وقال هناك نائبان عن المدينة فليتفضلا إذن ويحل المشكلة. أمام هذا الواقع كانت أسارير الشيخ أحمد الأسير منفرجة وكان مرتاحا لعدم التوافق الصيدوي ضده. أنا بس بدي أكد لنبيه بري وحسن نصر الله إنه ما تتعبوا حالكم وتحولوها صيدوية صيدوية، سلاحكم بدو ينحط على طاولة الحوار عند فخامة رئيس الجمهورية وينبحث بحث شدي، غير هيك ما في حل. هذه التطورات ترافقت مع تحرك صيدوي نوعي تجاه الشيخ أحمد الأسير تمثل بلقاء جمعه مع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. والله ما حقدر أبحث باللي صار، بس كان اللقاء فوق الجيد جدا. رغم الحديث الصيدوي عن مساعي جديدة لإنهاء الاعتصام، يؤكد الشيخ أحمد الأسير أنه لم يتلقى أي اتصالات رسمية جديدة على علاقة بهذا الموضوع، مجددا القول بأن الاعتصام مستمر حتى بدء الحديث الجدي بسلاح حزب الله.